مستقبل التنمية الاقتصادية رهين ببروز المقاولة الاجتماعية، بتنمية ثقافة الالتزام بالتحملات الاجتماعية، ولكن أيضا باعتماد آليات تتيح اشتغال المقاولة بطريقة طبيعية. الوساطة فيما يتعلق بنزاعة الشغل مثلا، أن تكون المقاولة في علاقة إيجابية ومندمجة مع محيطها الاجتماعي القريب وفاعلة في تنميته، خاصة ونحن نواجه تحديات على مستوى التنمية البشرية في المجال الصحي في المجال التعليمي. أيضا على مستوى تشجيع ثقافة المقاولة في المجتمع والانخراط بمسؤولية بشجاعة، باعتبار أن ذلك ليس فقط مجرد قضية اجتماعية أو اقتصادية أو تنموية، بل أيضا قضية وجودية تتعلق بالأمن المجتمعي ككل. وبالتالي انخراط في تنمية ثقافة المقاولة الاجتماعية سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى العلاقة مع المحيط أو على المستوى الاجتماعي العام مسألة استراتيجية وأساسية.